بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. علي يا بني علي يا بني علي علي يا بني علي يا بني علي يا بني مصابك هد حيلي هد حيلي مصابك هد حيلي هد حيلي علي يا بني علي اي علي يا بني علي اي مصابك هتحيلي هتحيلي مصابك هتحيلي هتحيلي يا حسين يا حسين هل فدوى القول الشبابي وضحكيت الحلوه فدوى القول الشباب وضحكيت الحلوة يا علي الأكبر يا ذخر لمك وسلوى يا علي الأكبر يا ذخر لمك وسلوى سالم تظل يا الولد أمك لك في دوى سالم تظل يا الولد أمك لك في دوى نور وجهك من نصيد يا بني أتروى نور وجهك من نصيد يا بني أتروى ونورك إلالي بالسيمة علي عاين أحوالي عاين أحوالي علي يا بني علي يا بني علي علي يا بني مصابك هتحيلي هتحيلي مصابك هتحيلي هتحيلي يا حسين يا حسين هل يا بيوم عاشر من طلع هالهيلة ليلة مرة مدمعها يصوب مرة تدعي له وليلة طبت خيميته ورفعت الشيلة يا راد يوسف اليعقوب رد للعالى يا راد يوسف اليعقوب برد للعالى وطلبيت من الله وضامي عبد الله صيح من اسماء الله صيح ما اسمع علي علي يا بني علي يا بني علي
اي علي يا بني مصابك هتحيلي هتحيلي مصابك هتحيلي هتحيلي يا حسين هل هل إلى خادمة أهل البيت خادمة صاحب زمان بالحوم جند الهزين أرهب عدوانه بالحوم جند الهزين أرهب عدوانه والخيام الحسين رجع يابس لسانه الخيام الحسين رجع يابس لسانه حسرتك ويب الحسين وشابي حلوانه وحسرتك ويب الحسين وشابي حلوانه ودعا وشيمه والصدر يضمه محزون ابو اليمه محزون ابو اليمه علي يا بني علي يا بني علي اي علي يا بني مصابك هتحيلي هتحيلي مصابك هتحيلي هتحيلي يا حسين إلى خادمة أهل البيت خادمة صاحب الزمان يبور الشبيغ المصطفى وللحومة عنا مثل جد المرتضى مثل جد المرتضى في الحرب فينا ومثل جد المرتضى بالحرب فانا فتحت ابواب السماء وبيبان الجنة استقبل علي والحور تبعنا متقطع وصاله حسين من شاله متقطع وصاله حسين من شاله شي ودلالة شي ودلالة علي يا بني علي اي علي يا بني علي اي مصابك هتحيلي هتحيلي مصابك هتحيلي هتحيلي